انا خايفه البالونه ما تفرقعش. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. اول حاجه وحشتونا جدا جدا، والنهارده هنعمل فيديو مهم جدا، عشان النهارده هنقول لكم على ثلاث مفاجآت. اول مفاجاه ان احنا هنروح نعمل السنور الفور دي، وهنشوف صوره البيبي لاول مره. صوره البيبي اول مره. وتاني مفاجأة ان احنا هنعرف البيبي بنوتة ولا ولد. احنا عارفين كده وهنقول لكم المفاجأة. البيبي المفاجأة ليكو يعني. ايوه مفاجأة ليكو، بيبي بنوتة ولا ولد. وتالت مفاجأة هي ان احنا هنفتح الهدية للبيبي. مامتي جايباها يا جماعة من الهند، كل هدايات يعني زي لبس وحاجات كده للبيبي في الشنط بقى. كل شنط سايبين بقى الشنطة الحلوة دي هنفتحها، هيكون لو البيبي ولد هيكون جواها كل حاجات لونها ازرق، ولو البيبي بنوتة هيكون كل الحاجات لونها بينك. قولوا بقى يا جماعة في الكومنتات قبل هنفتح الشنط دي عشان جواها دلوقتي. اكتبلو كومنت ده بنوتة ولا ولد. انتوا بتفكر ايه يعني؟ انتوا guess what it is، ان بعدين بقى لو انتوا صحيح ولا غلط هنشوفكم. هنشوف بقى انتوا صحيح ولا غلط. ويلا بينا، يلا بينا معانا. وطبعا بما ان افضل اخرنا فهو لازم يراك. انت اللي اخرت ده. المهم يا جماعه النهارده هنعمل اول سونار 3D للبيبي. والسونار ده يعني بيعمل ايه علشان نشوف شكل البيبي؟ طبعا ده مش المهم، هو المهم ان احنا نعرف البيبي كويس ولا لا. ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. ان شاء الله امين. افضل ده اول مره في حياته هيشوف بيبي على سونار 3D. عشان هنا يعني بيسمحوا ان الجوز اللي هو الزوج يدخل معانا للدكتور وكده يجي. فانتوا عارفين طبعا في الهند ممنوع نعرف جنس المولود، وممنوع حد يخش معاك لحسن يعرف بالصدفه يعني. طبعا شفتوا الفيديو اللي فات، حبيبتي جت من الهند نورتنا طبعا. هي أيوة. كنا عايزينها جدا تيجي معانا النهارده، بس للاسف حد واحد بس بيدخل معايا للدكتور. هو هيدينا سي دي، مش بس يعني صور، فهيدينا سي دي، فهنبقى شايفين البيبي. هنوريكوا صوره. يعني هنوريكوا 3D بقى. يعني أيوة. ده سكان مش صوره يعني. ايوه سكان للبيبي كده. فان شاء الله هنوريها لها بقى على السي دي، فهي هتبقى كانها كانت معانا. ولما نروح ان شاء الله برضو هنفتح الهديه اللي هي جايباها. ايوه احنا هنوريكوا بعد السونار ان شاء الله. ان شاء الله. للاسف برضو عايزين نطمن على البيبي، لان الدكتور اخر مره زياره قال لنا البيبي صغير عن الحجم كذا اسبوع وكده، فاحنا قلقانين الصراحه في النقطه دي. بحاول يعني اطمن نفسي دايما، ودايما افضل بيطمني بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان هم في الهند الاطفال صغيرين. صح. مش عارفه الاطفال هنا اكبر من اطفال هنا متغذين شويه ما شاء الله. فهو يعني ممكن اقول للدكتور بقى يعني هل ده صحيح ولا لا. ونشوفكم طبعا اول ما نوصل بقى هنشوفكم في العياده هناك، وهوريكم بقى. انا مش عايزه اصور كتير في العياده برضو عشان الدكتور يبقى يعني على راحته ماشي، ويعرف يركز في اللي هو بيعمله. ورجعنا لكم من السونار، وهوريكم دلوقتي الصوره. بس لازم الاول نعرف البيبي ان شاء الله هيكون او هتكون بنت او ولد. وبعدين بقى لما هنفتح الشنطه اخر حاجه هنوريكم الصوره بتاعت بيبي. بس كنت عايزه اقول حاجه الاول، لان ناس كتير افتكروا ان مثلا احنا هنعمل حفله كبيره، يعني كانوا متوقعين ان احنا هنعمل حفله جنس الجنين بقى وكده كبيره تورته وحفله كبيره. بس احنا حبينا نعمل حاجه بسيطه، مش يعني اوفر كده. يعني هو موضوع اصلا البيبي بنت ولا ولد ده في الاول وفي الاخر هو حاجه يعني بالنسبه لي عاديه. الاثنين احنا بنحبهم. يعني احنا فرحانين في الحالتين. هنفتح بقى، هنفتح الاخيره، هنفتح الشنط وهنفرق هنفرق ايه؟ هنفرق البالونه. هنفرق البالونه. انا اللي هفرق البالونه. ايه انتي؟ ايه جواها بقى حاجات ازرق ولا بينك؟ انا احطها فوق كده واتفرقع فوقيا كده.
انا انا هيفتح ال لا انا هفتح معاك برضو هفتح معاك و... ايوه هي دي والبالونه. انا خايفه اتفرقع دلوقتي. استنى افتحها خالص. لا ما افتحش عشان ما تبوظش المفاجاه. ايوه يلا ويت. حطي لا لو ما مين هيفتح كده. وان زين يلا وان واحد واحد اثنين. انا خايفه البالونه ما تفرقعش. اخيرا ده بنوتة يا جماعة. اخيرا احنا عاملين بقى الحاجات كله جميل جدا جدا ومبسوط قوي قوي. ماشي يا جماعة دلوقتي هنوريكم الحاجات كلها جميلة جدا. يعني في حاجات عادية وفي حاجات هندية. ايوه في حاجات هندية يعني بالثقافات الهندية. بصوا ده بقى احلى حاجة اوريكم ابدأ بقى احلى حاجة بحبها. ماشي بصوا بقى ايه ده بقى يا جماعه اللهنجة. عارفين دي اسمه لهنجة يعني ده حاجه فستان هندي. عارفين زي بتاع الممثلات الهنديات وكده بس للاطفال. اطفال يعني صغنونه قوي. صغنونه جميل معاه الشال بتاعه يعني بيتلبس كده شكله بيبقى تحفه في اللبس. بصوا بقى الحاجه اللي بعديها بقى واللي يعني انا ما صدقتش ان في المقاس ده. بصوا دي غوايه صغيره بتاعه بيبيات عشان تليق مع الفستان ده. في كتير يعني صغير قوي كده صغنن قوي. بصوا في الالوان دي وفي الالوان دي. استنى افتحها تحت. انا بحب افتح قوي. بصوا دي بقى واو دي بلاستيك. دي يعني حاجات اساسيه في الهند للبنات يعني. أيوة كل البنات لازم ثقافات وحاجات كده. وبقى الحاجه اللي بعدها برضو هنديه قوي. لا استنى اوريكم ده في الاخر. في بقى الفستان ده. بصوا يا لهوي كيوت قوي كيوت قوي. يعني انا فاكره ان وانا صغيره كان عندي فستان زي ده. كل حاجه بالتراث الهندي. دي جيبا ده برضو زي فستان تقليدي هندي وجابت لنا منه الابيض والاصفر كمان بس هم كبار شويه يعني. ده كان اصغر مقاس في الشكل ده لان هو شكل شويه بتاع بنات كبار يعني. طبعا في حاجات كتير دي كلها حاجات عاديه يعني سلوبتات وفساتين وكده. دي بقى الحاجه اللي مش عاديه. بصوا ده ايه وريهم كده وريهم كده من قريب. تفتكروها سلسله؟ لا دي يا جماعه خلخال للاطفال بجد يعني. من الثقافه الهنديه هناك ان الاطفال في السبوع بيلبسوا حاجه سيلفر وحاجه ذهب. حاجه وارم وفي حاجه كولد يعني بيعتبروا ان الفضه دي حاجه ساقعه معدن ساقع والذهب معدن حار. فلما يتلبسوا الاثنين مع بعض بيعملوا زي نيوترلايز ايتش اذر. بيعملوا معادله مش عارفه المعادله ايه بس هم بيعملوها يعني. في طبعا سلوبتات وفي يعني سلوبتات كل الاحجام والالوان. هو لون واحد بينك يعني. ودي شرابات صغنونه للبيبي. بس صغيره ايه ده صغير قوي. ودي اللي هي الكابل اللي بيتلبس على الراس كده بيبقى شكله حلو قوي. وطبعا جايبه لي حاجات برضو. جايبه لي استنى كده اوريهم ده. جايبه لي كورتا بيجاما. عارفين الكورتا اللي هو زي الافضل لابسها دي يعني زي كده. ده لبس يا جماعه اسمه كورتا في الهند. ودي كورتي لبنت كورتي ودي الولد كورتا. وفي منها اسود برضو. جايبه لي منها اسود. حلو قوي. وفي ايه تاني؟ وفي بقى فوط وبشاكير وكده كلها حاجات. ودي ايه؟ بصوا بقى الفستان الصغنن ده. كابا ايه؟ شكرا جدا لحماتي وشكرا جدا لمامتي وحماتي وكل حاجه يعني صراحه. يعني دي هدايا. في حاجات احنا جايبينها وفي حاجات طنط موت افضل جايباها. أيوة. في حاجات مامتي جايباها جمعناهم كلهم في الشنطه كده.
وبعدين بقى احنا دلوقتي هنقفل الشنطة دي وهنوريكو الصورة احنا جايبينها من ال 4 دي سكان ده، يعني مش صورة صورة واسعة قوي بس هنوريكو يعني هو الدكتور قال لي ان ده عادي في المرحلة دي صورة أيوة. عادية وشكلي بس هي شكلها غريب شوية، شكلها زي ولا زيها مش عارف مش باين قوي. لا وبعدين طول السونار حط ايديها على وشها يعني سواء كده او كده فما شفناش كويس والصورة ما طلعتش اوضح حاجة ومش باين شكل مين، بس هوريكو أيوة. من الصورة دلوقتي على يعني السكرين هتطلع بس. فهو بقى قعدنا كل الوقت ده واستنينا في الاخر الصورتين طالعين حاطه ايديها على وشها بس يعني باين ملامح باين مناخير افضل. لا مناخيرك لا مناخيرك افضل بجد، احنا الاثنين مناخيرنا كبار فما لناش حق نتكلم. انتوا يعني بتقولوا بقى في الكومنتات ده مناخيري ولا مناخيرك؟ مناخير ياسمين انت عقودي مناخير مين؟ بس يعني شكلها كده شكلها شبهي اكتر عشان عشان لبس يعني بالعربي الشفايف البق ايوه البق بقى زي ياسمين. شكرا ليكم ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، ودي حاجه يعني احنا كنا نفسنا نشاركها معاكم بقالنا كتير أيوة. وكنا مستنيين لما الفرصه تسمح ان احنا نقول لكم على كل الحاجات دي ونشارك معاكم فرحتنا. احنا بما اننا عرفنا البيبي بنت ولا ولد بقى محتاجين نفكر في الاسامي. ايوه لسه اسامي المهمه حاجه بقى، احنا يعني بنلخبط كتير عايزين اسامي منكم يعني اكتبوا 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 في الكومنت عشان احنا الفيديو جاي يعني احنا هنعمل لستة من تعليقاتكم انتوا ايه الاسامي المفضلة عندكم، ورعوا بقى ان هي حاجة تبقى لايقة مع الثقافة الهندية والثقافة المصرية يعني اسم يبقى حلو في الهند وحلو في مصر. عندنا اسم بالعربي يعني هم عندهم اسامي بالعربي بس بلاش حرف العين بلاش حرف الحاء بلاش حرف الخاء والغين يبقى اسامي من غير الحروف دي يعني حروف من غير الجيم عشان في مصر كل هما بيقول جيم وانتوا بتقولوا جيم يعني كان كده. قولوا ان انتوا لو هتسموا اطفالكم هتسموهم ايه فهيبقى مساعده كبيره. هنعمل ليست من الاسامي اللي جات لنا في التعليقات عشان نختار منها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ويلا بينا، شكرا جدا ليكم، ما تنسوش تعملوا بقى لايك واشتراك في القناه، نفسنا نوصل مليون قوي ان شاء الله يعني ان شاء الله، فاعملوا لنا بقى اشتراك في القناه لو بتشوفونا وما عملتوش اشتراك. وشكرا لكم، نشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.